Waislam ni kama alivyosema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha sallaitum ala almayti fa akhlisu lahu ad-du'a, pindi mkimswalia mayiti basi mumtakasie dua. Idha sallaitum ala almayti fa akhlisu lahu ad-du'a, kwa maana mjitahidi kwa ajili yake katika hilo la kumtakasia dua inshallah. Leo mzee wetu yuko katika hadhara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na yake mema aliyokuwa nayo, lakini pia bado anahitajia, yeye ni mwanadamu, anahitajia rehema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumtakasie dua, lakini pia vile vile ni kama aliposema Sheikh Talha kwamba mzee wetu alikuwa mwanadamu, alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah peke yake, mwanadamu vyovyote, wa in hasanat tariqatuhu, hata kama njia yake itakuwa njema, itakuwa nzuri, lakini bado ni mwanadamu. Kullu min adama khata'un, kila mwanadamu ni mwenye kosea. Kwa hivyo jamani, kwa binadamu waliokuwa nao, huenda labda kuna mmoja au wawili au watatu wengine walikosewa na mzee wetu Al-Fadhil Ar-Rahim Al-Hajj Sheikh Salum Ilitara kwa ubinadamu wake. Kwa hivyo hii ni fursa sisi tusafishe nyoyo zetu, tumtakasie nyoyo zetu, tumsamehe inshallah. Lakini vile vile, ndugu zangu, yeye bado tunasema ni mwanadamu, pengine aliazima chako iwe kitu cha thamani, iwe pesa, chochote kile, labda alikuja kuazima kwako. Yeye ni mwanadamu, tumeishi naye, tumetangamana naye kwa hali zote za raha, za shida, walumajara. Kwa hivyo kama yuko mtu yoyote ambaye anaona labda kuna chake kimebakia kwa mzee wetu, basi familia ipo, watoto wapo, na dhamana inshallah wao wanaibeba. Thank you.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. يا حي يا سارة،
Yeah.
مشعوري في القران ذو الجلال من علا ذو الجلال من علا ذو الجلال من علا هو 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 ذو الجلال يا ميارا 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 سيدنا يا محمد 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 الله 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 رسولي محمد الله 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 وشيخ ويسمو رشدي الله الله زناتش زناتش بسهري الفاتحة بسم الله يا ارحم الرائمين منها خلقناكم اللهم لقنه عند المسألة حجة وفيها نعيدكم اللهم افتح أبواب السماء لروحه ومنها نخرجكم تارة أخرى اللهم جاف الأرض عن جنبيه اللهم إنه نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظهره اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم إن هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيرا وقد أجلسته لتسأله اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا اللهم ارحمه وألحقه بنبيه اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وترابه الطيب الطاهر الذي ذمه ألا تعذب هذا الميت في قبره سبحانه من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأن سعيه سوف يرى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب ومنها نخرجكم للعرض والعساب بسم الله
وبالله ومن الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيئة واحدة فإذا هم خامدون. يا شيخ سالم بن خميس يرحمك الله، يا شيخ سالم بن خميس يرحمك الله، يا شيخ سالم بن خميس يرحمك الله. ذهبت عنك الدنيا وزينتها، وصرت الآن في برزق من برازخ الآخرة. فلا تنسى الأعد الذي فارقتنا عليه في دار الدنيا، وقدمت به إلى دار الآخرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا جاء الملكان الموكلان بك وبأمثالك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يزيجاك ولا يرعباك، واعلم أنهما خلق من خلق الله تعالى كما أنت خلق من خلقي. فإذا أتياك وسألاك وقال لك من ربك ومن نبيك وما اعتقادك وما الذي مت عليه، فقل لهما الله ربي حقا. فإذا سألاك ثانية فقل لهما الله ربي حقا. فإذا سألاك الثالثة وهي خاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزع، الله ربي ومحمد النبي والقرآن إمامي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والصلاة فريضتي والمسلمون إخواني وإبراهيم الخليل أبي، وأنا عشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمسك يا شيخ سالم بهذه الحجة، واعلم أنك مقيم بهذا البرزخ إلى يوم يبعثون. فإذا قيل لك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين، فقل هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات من ربي فاتبعناه وآمنا به وصدقنا برسالته، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعلم يا عبد الله أن الموت حق، وأن نزول القبر حق، وأن سؤال منكر ونكير فيه حق، وأن البعث حق، وأن الحساب حق، وأن الصراط حق، وأن الجنة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ونستودعك الله اللهم يا أنيس كل وحيد، ويا حاضر ليس ببعيد، أنس وحدتنا ووحدته، وارحم غربتنا وغربته، ولقنه حجته، ولا تفتنا بعده، وغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم بحق محمد وآل محمد نسألك ألا تعذب هذا الميت في قبره، اللهم بحق محمد وآل محمد نسألك ألا تعذب هذا الميت في قبره، اللهم بحق محمد وآل محمد نسألك ألا تعذب هذا الميت في قبره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أسلمه إليك الأشهاء أن ينزل به هذا الحادث الذي تنفر عنه النفوس بطبيها، وفارقه من كان قربا فخرج من سعة الدنيا ومن الحياة إلى ظلمة القبر وضيقه، إن عاقبته فبذنبي، وإن فوت عنه فأهل العفو أنت، أنت غني عن عذابي فهو فقير إلى رحمتك. اللهم تقبل حسنته وغفر سيئته وعذه من عذاب القبر، واجمع له الأمن من عذابك، واكفه كل عول ومشكة دون الجنة. اللهم واحفظه في تلكته في الغابرين، وكن خليفة عليهم في الحفظ والمعونة، وارفعه في عليين، وأود عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، والحمد لله رب العالمين. كما alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sisi tunaobaki, dunia kasukin qamat, dunia ni kama soko iliyosimama. Soko husimama mchana, halisimami usiku.
Inapofika jioni lile soko humaliza biashara yake. Hivyo basi, mtu mchana wake ni huu aliyokuwa anakwenda huku na kule. Jioni yake ni ile saa yake ya kuondoka hapa duniani. Imefika kwa mzee wetu, ni sote tusubiri saa hiyo. Kwa hivyo sasa soko lina faida ifuatayo. Rabiha fiha marabiha. Hii dunia yote ndio soko. Hebu ya lali mulange kuromwe. Hii lote ni soko hili. Lakini ikifika ile mwisho wa soko, rabiha fiha marabiha, anapata faida mwenye kupata faida, wa hasira fiha man hasira, anapata hasara mwenye kupata hasara. Kwa sababu baada ya kufika huku, huku tena hakuna kurudi. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Baada ya kuna kizuizi, hakuna tena kurudi duniani mpaka siku watakapofufuliwa. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kabri ya baba yetu ni raudha min riyadh janna, na pia vile vile iwe ni mahala ambako watu watakuja kuzuru. Isiwe kumzika ndio mwisho kuja kumsombea dua. Tuendelee kumwombea Mungu. Wafiwa wanatoa shukrani za dhati kutoka katika uketo wa mioyo yao. Wanawashukuru sana wote waliosafiri kutoka maeneo tofauti tofauti. Tunatofautiana hatua, wako waliokuja kwa hatua za karibu na wako waliokuja kwa hatua za magari. Zote ni hatua waliosafiri kwazo, waliotoka Dar es Salaam, waliotoka Lindi, kila mahala kuja kumstiri. Basi iwe ni kafara ya kumsamehewa dhambi za mzee wetu, na hatuna mengine inshallah isipokuwa kama ilivyo. Kesho Jumanne itakuwa ni dua, patafanyika dua hapa ya kumuombea almarhum. Kwa hivyo inshallah, kwa wale ambao walikuwa wana wasiwasi dua ni lini, ni kesho jamani, na Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Inswarifu maajurina, mrudi mkiwa mmelipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale ambako Mwenyezi Mungu amejalia mmepunguza, basi apazidishe, na Mwenyezi Mungu inshallah waruzuku kila kheri. Baada ya maneno haya, hatuna mengine isipokuwa dua kama alivyoambia zitaendelea, na inshallah sasa namrudishia bwana Jamali. Yeah.